السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ورمضان مبارك سعيد. خلي عليكم يا ربي بالصحة والعافية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال فيه إن شاء الله. اليوم نوجد معكم ثلاث اقتراحات لمائدة الإفطار المغربية. أول حاجة عم ندو بها هي الحريرة المغربية اللي ما كتخطاش أي مائدة مغربية. حريرة بالقوام المغربي وبطريقة كتجي لذيذة وكتجي ما كتشبعوش منها. أنشارك معكم واحد الفطائر بعجين قطني كتحضري منه الملح والحلو في نفس الوقت. عجينة سهلة وغير مكلفة. أنشارك معكم عصير بدون نكهة بدون ملون، طبيعي وخاطر. كنتمنى هاد الاقتراحات يعجبكم ان شاء الله. وما تنسونيش اخواتي دائما من الدعم ديالكم ومن لي لايك والبارطاج الفيديو الى عجبكم مع الاصدقاء والاحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه كنبداو بها هي العجين ديال الفطائر. هنا خديت 6 الكيسان كبار مملوئين ديال الطحين، معلقه ونص ديال معلقه وشويه ديال الخميره الفوريه لان الجو بارد، الخميره حسب الجو. 2 معالق ديال الزبده لينه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الملح، معلقه ديال الحليب بودره، 2 البيضات كاملين. كنعجن بالمدافي، ويمكن تعويض الحليب المجفف نعوضوه بالحليب السائل، بكاس ديال الحليب السائل كتعجني به وكتكملي بالمدافي. كنعجن العجينه راني ما كندلكهاش، غير كنخلطها حتى كيدخل هذاك الطحين مزيان في العجينه وكتنسجم ليا العناصر كامله. ما تكونش قاسحه وما تكونش رطبه بزاف باش ما تعذبكمش تلصق لكم على سطح العمل. هنا من خلطتها ضروري نديرو المدافي لان الجو بارد. غنوريكم القوام ديالها باللي ما فيهاش العجينه باش تشوفوا رطبه ولكن ما خفيفش بزاف. كنجمع العجينه من بعد ما كنظف يدي من العجين، كنجمع العجينه وكنديرها في بول وكنغطيها وكنخليها اطول مده ممكنه حتى يتضاعف الحجم ديالها. كندوز كنوجد الحشوه المالحه. هنا خديت 3 البصلات كبار، راس معلقه ديال السكينجبير، راس معلقه ديال الخرقوم عرق، ومعلقه صغيره ديال الابزار والملح. كنشحروا مع زيت الزيتون ولا زيت المائده حتى كطيح هذيك البصله. كنضيف لها الكفته حسب المتوفر عندكم. هنا درت 250 غرام ديال الكفته، ويمكن لك تعوضيها ب لاداند ولا يمكن لك ديري غير الخضر مشكله. كندير قزبر معدنوس وكنخليها على جنب حتى كتبرد وكتشرب من الماء، ما يبقاش فيها الماء نهائيا. كندوز كنوجد الحشوه الحلوه. خديت نصف لتر ديال الحليب، 3 المعالق ديال الكريم باتيسير الكاسر لانني بغيتها تجي عاقده باش ما تخرجش ليا من العجين، و 3 المعالق وجوج المعالق كبار ديال السكر سنيده. هنايا غير المعلقه ما عامرش، زدت واحد نص معلقه السكر كيبقى حسب الذوق، اما 3 المعالق لبيتها حلوه ولا جوج المعالق كبار عامرين. كنخلط الخليط وزدت هنا واحد الساشيه ديال الفاني، انني بغيتها تجي فيها الفاني منكهه بالفاني. كنوضعها فوق النار حتى درجه الغليان وكنخليها حتى كتبرد وكتعقد. العجينه ديالي من اختمرت ليا كتكون على هذا الشكل. كنقسمها على 4. كناخذ الكره الاولى كنبسطها، رقيقه خاصها تكون رقيقه، ودائما كندير الطحين من تحت باش ما تلصقش ليا. كناخذ ديك الكريمه الحشوه الاولى الحلوه، وبنفس الطريقه الحشوه المالحه. كندير الحشوه الوسط، كندير فوق منها قطع ديال الشوكولات، اما حبيبات الشوكولا او غير اي شوكولات كتقطعيه على هذا الشكل، ولا كديري اللوز محمر ولا كاكاو محمر، ويمكن لك حتى تخلطيهم. كندير القطعه الاولى نغطيها والقطعه الثانيه على هذا الشكل.
كندير شويه ديال الطحين من التحت باش ما تلصقش ليا. وبنفس الطريقه راه نفس الطريقه ندير الحشوه المالحه، كنقطع بالقطاعه على شكل 6 قطع. كنكون مسخنه الفران لانه ما كيخمروش، كيخمروا الخمره الاولى فقط. كنوضعهم في طاوه مدهونه بالزيت او ورق ديال المطبخ، كناخذ صفار ديال البيض كنخففو بشويه ديال الخل ولا شويه وشويه الحليب، وكندهنهم على هذا الشكل، وكندخلهم الفران على درجه حراره يكون سخون من قبل. من بعد كنخفض درجه الحراره حتى كيطيبوا على خاطرهم من التحت، ومن بعد كنشعل عليهم من الفوق نفس الطريقه الفران ديال الغاز. بالنسبه اللي عندهم المروحه يخدموا المروحه ويشعلوا الفوق والتحت. بنفس الطريقه درت الحشوه المالحه، درت الكفته الوسط هي وديك الحشوه ديال البصله، درت فوق منهم فروماج، ومني لفيت درت بين كل طياش وديك الفروماج باش تجيني معلكه وتلصق ليا هذيك العجين على بعضياتها. كنقطع العجين على 6 نص طريقه، وهذاك الفروماج كيخلي الحشوه ثابته ما كتخرش من الجوانب. اي حشوه يمكن لك تستعملي في هاد العجين سواء المالحه او الحلوه، راه كتجي قطنيه وكتجي رطبه. وبالنسبه للحلوه الا شاطت راه الوليدات كيديهم معاها المدرسه ما كيضيعوش حتى هما. كندهن بصفار البيض بنفس الطريقه، وهنايا كنرش البافو والججلان. كندوز نوجد الحريره، هنا درت القطعه ديال اللحم، نص زلافه ديال العدس، زلافه ديال الحمص، قزبر ومعدنوس والكرافس. كرافس كيكون كترة وواحد البصلة. كندير سكينجبير والبزار والخرقوم عرق والملحة في العطرية وزيت الزيتون وزيت المائدة، وكنروي عليه وكنخليه حتى كطيب هاد القطنيات كاملة. بعد كنطحن تقريبا كيلو الا ربع ديال المطيشه سوريز، طوماط سوريز، وكنخليها حتى وكنصفيها وكنزيدها الحريره. من بعد ما كطيب الحريره كنزيدها ديك الشعريه اللي ضفت ليها، وكنعقدها بالطحين. كناخذ واحد الكميه ديال الطحين وكنزيدها شويه ديال الماء، وكنبدا نضيف الحريره ديالنا بشويه بشويه حتى كتعقد، والقوام ديالها العقوديه ديالها حسب كل واحد، كاين اللي كيبغيها خفيفه وكاين اللي كيبغيها ثقيله. وكنخليه حتى كيطيب هذاك الطحين وكنقدمها بالصحه والراحه. فطائر ديالي مني خرجوا من الفران راه كيجيو على هذا الشكل، كيجيو قطنيين رطبين وكيجيو معلكين بهذيك الحشوه، وما كتجيش فيهم نهائيا هذيك البابه بزاف. كندوز كنوجد العصير. هنايا خديت 4 الجزرات يكونوا مسلوقين من قبل مع شويه ديال السكر، كنصفيهم كنديرهم في خلاط كهربائي، كنضيف لهم واحد 2 باربات صغار ولا 3 حسب المتوفر. الا كانوا كبار ديروا غير 2 يكونوا مسلوقين من قبل. زدت هنا 3 معالق ديال سكر سنيده، 2 ديال الموزات، 2 البنانات، 1 ياغورت ديال بنكهه البنان، ونصف الاخر ديال الحليب. كنزيدو بشويه بشويه حتى كنحصل على عصير كيكون خاطر ولذيذ وما كتشبعوش منه. وشوفوا اللوين غير بهذيك الباربه المسلوقه، وما كيجيش فيه بنه الباربه نهائيا، كيجي مذاق ديال البنان فيه، كيجي رائع. كنتمنىكم تجربوه، كيعجب الوليدات بزاف بزاف. الحريره ديالي مني وجدات كتكون على هذا الشكل، الفطائر الحلوين زينتهم بسكر صقيل من الفوق، والفطائر المالحين كيجيو على هذا الشكل، كيجيو معلكين بديك الكفته والفرماج. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. دمتم في رعاية الله وفيديو آخر إن شاء الله.